اتشرفت النهاردة بالتعرف على تجربة مصرية رائدة هي مدرسة أفريقيا. التقيت بشباب مبشر وواعد من أفريقيا ومن مصر، تعرفت على أفكارهم، قدمت لهم نبذة عن دورنا كوكالة للشراكة والتعاون. أتمنى أن احنا نستفيد من فكرهم ونستفيد من طاقتهم ونستفيد من حماسهم لما فيه صالح دولنا الأفريقية جميعا، وعلى الأخص خلال العام القادم اللي حيشهد إن شاء الله توطيد وإعادة انطلاق لمصر في أفريقيا. المدرسة جميلة، القائمين عليها في غاية النشاط والمثابرة. أتمنى في يوم من الأيام إن احنا نقدر نعمم هذه التجربة في الدول الأفريقية.